السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. الله يدخل علينا هاد السنة ان شاء الله برفع الوباء وبكل ما كتمنوا ان شاء الله، وتكون يعني بالصحيحة والسلامة والمسرات والافراح ان شاء الله يا ربي. المهم اللي كيدخل ما ينساش يشرفني، يضغط على زر الجرس وزر الاشتراك باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي، وان شاء الله ينضم العائلة ديالي حيت باغا كبرت 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 ان شاء الله. المهم اليوم الصراحة سي محمد مريض وكندير له خاطرو، بغيت بحال هكا ندير له مسكين خاطرو. صراحة نتوما عارفين ان الملوي ولا المسمن صعيب شوية وهذا، ولكن بديت كنقول تنلقى شي طرق هكا اللي سهلة زعما اللي تجيني انايا سهلة هكا، وتجي جميع المبتدئين وجميع المتتبعين تجيهم سهلة. اليوم غادي نشارك معكم الملوي اللي غادي نديرو بالدلاك، وغادي تشوفوه ان شاء الله. وما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر، وتخليوا لي كومونتيرات ديالكم الزوينين، دعواتكم ديالكم نولي كاديك الهبيله، دعواتكم ان شاء الله يا ربي. المهم نخليكم على فيديو، ما تنساوش تكملوا حتى الاخر. ما عرفتش بعدا مرات تنجي تنشد الكاميرا تنبدا نتراجل، والله الا ما كنكون بوحدي كيجوني بزاف الافكار، غير تنفتح التليفون هكا كيمشيو لي الافكار. يلا المهم نخليكم، ولكن مزيان الانسان يكون يهضر بعفويه ويوصل داكشي. صراحه ما كان وجد ما والو، حتى تنجي تنحل التليفون وها نتوما معايا. ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر. المهم اخوات، غادي دابا غادي نحتاجوا الدقيق، دائما كنديروا في الطاسه حيت الصراحه ما كنعرفش شحال غادي نحتاج. غادي نحتاجوا كاس ونصف ديال الماء دافي، غادي نحتاجوا الخل، يعود بالله سنيده كعارفين كتساعد في هذيك القرمشه، وغادي نحتاجوا المعايقه صغيره ديال الخميره الضوئيه، غادي نحتاجوا الدقيق الفينو. المهم نتوما كديروا على حسب اللي بغيتوا، انا صراحه يلا درت كاس، الا بغيتوا نتوما ديروا جوج كيسان، المهم على حسب الكميه اللي بغيت تخرج لكم. غادي نحتاجوا الزيت، ماشي هذه الكميه هذه، دابا تشوفوا شحال. غادي نحتاجوا الخميره الحلويات، غادي نحتاج شويه ديال الخل، غادي نحتاجوا المليحه. دابا غادي نبدا معاكم الطريقه، بسم الله. دابا غادي نبدا، غادي ندير داك الكاس ونصف ديال الماء، غادي نزيد عليه ديك الخميره والسنيده، وغادي نخدمهم مزيان نمو ديك المول مليحه مليحة، واحد القبيصة وصافي صافي. بحال هكا نخدموهم، غادي نزيد عليهم واحد شوية ديال الخل هكا باش يجي شوية من فوق صافي. وغادي نخدم بهاد الطريقة هادي، دابا ملي خدمتهم هانتوما حتى كدوب لينا ديك الخميرة، غادي نزيدو داك الكاس ديال الفينو. كيف ما قلت لكم الا بغيتو ديروا نتوما حتى جوج كيسان ديروهم، وغادي نزيد معلقه ديال الزيت ونخلطها مزيان دابا غادي نحيد هاد المعلقه، غادي نبدا نخدم بيدي، غادي نزيدو الطحين بهاد الطريقه هادي. شوف مع هذاك الفينو كيجي صراحة، حتى العجينة كتجي ساهلة، ما نحتاجوش ندلكو، غادي نبقى ندير غير بهاد الطريقة بحال هكا صافي حتى تجمع العجينة ونرجع معاكم. المهم البنات هانتوما ملي جمعت صراحة كتبقى خفيفة، وأنا من داك النوع اللي معدوش مع العجينة، ولكن هانتوما وليت كطاوعني شوية، أنا غادي كنتعلم شوية 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 بشوية. دابا غادي نشد يدي، غادي ندير فيها الزيت، وغادي نفزك ديك العجينه باش ما تلصقش لينا في البلاستيكه هكا، وغادي نخليها شويه ترتاح. غادي نديرها هنا في البلاستيكه هكا، صافي. غادي ملي غادي في البلاستيك غنحاولوا نبقاو نعجنوها على هكا الميته، نقلبوا شويه الميته بحال هكا، وانتم شفتوا كيف تزيد
نتوما كتضربوا في نيويو العجينه كتمشي يعني كتطاوعكم ماشي بحال العجينه قاصحه صافي. وهاد مهم من بعد ما درت ليها هكا ما دلكت ما حتى شي حاجه وغادي نخليها دابا ترتاح. المهم هي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت هانتوما شوفوا شوف كيفاش كتطلق يعني بسهوله تطلق بسهوله. دابا غادي نجمعها باش نقطعها الكويرات وملي هذا سيلعب معايا عاد غادي تعرفوا شنو غادي نديرو شنو السر اللي غادي نوريكم تاني طريقه سهله سهيله سهله. صافي دابا غادي نحرب لهم كاملين ندورهم. راه دابا جبت الميكه جبت الفوطه كلشي كنبغي نديرو حدايا هكا عارفين. صافي دابا غادي نسالي هاد الكويرات هادو غير معاكم. المهم من بعد ما ساليت الكويرات غادي نغطيهم دابا غادي نجي معاكم غادي نديرو داك ال غادي نديرو شوية الزيت ياكلو غادي نديرو شوية من الخمارة الحمراء يفرشو معايا. صافي درنا شوية وغادي نديرو من الطحين الفينو حتى هو غادي نزيدو حتى يولي لنا واحد شوية عاقد. صافي صافي طق على الطريقه هذه. مهم ها نتوما درت هذيك الطق وسي محمد تخلع عليا شنو هذا الشيء. صافي غادي ندير الزيت غادي ندهن هذه الصينيه بهذا الزيت هذا وغادي نبدا معاكم بالكويره الاولى هكا غنبدا نقرصوها بالزيت مزيان. عرفت شو ساهل هاد التوراق تاني جبت لكم طريقه اخرى اللي ساهله. شوفوا تبارك الله تجي انتي كتعجني وهي تابعه في العجينه واخا تقطع لينا من شي جوانب ماشي مشكل. صراحه كي غير حنايا اللي كنبغيو نصعبوا الحاجه. انا كنت كنقول مسمن ما عمرني ما نقدر زعما نديرو اي حاجه فيها نديرو العزيمه والاراده. غادي نشدو داك الخليط ديالنا غادي راه هو السر ديال القرميجه ديالنا. صافي غادي نشدو هكا غادي نشدو يا لالا هاد المدلك ديالنا غادي ندهنوه مزيان بالزيت هكا وغادي نشدو بحال هكا. عرفتو اللي ما عندوش هاد العيبات غتجيها من الاحسن. انا مع كاينين هادوك العيبات غادي تجي صحيبه. صافي ها نتوما كيف ما تشوفوا غادي نشدو غادي نهبطو بحال هكا نتمنى يكون يبان ليكم. صافي وغادي غادي نقرصو ديك العجين ديالنا ها نتوما شفتو راه كتجي مورقه في هذا الشكل. غادي نستمر في نفس الطريقه غادي نستمر فيها حتى نسالي العجين ديالي. غادي نعاود معاكم ثانيه الاولى الصراحه جاتني مبانتش مزيان في الطريقه سير نفهم الطريقه مزيان. حتى انا الصراحه هذه اول مره كنستعملها من الطريقه هذه. انا كنعرف عالي مسمن المربع وما زعما ما كنديروش بزاف داكشي علاش كنبغيو داك المورق هكا ويجينا محلول. صافي غادي نشدو كيف ما وريتكم في الطريقه الاولى نفزكو بداك الكريمه ولا شنو كيسميوها ديك اللعيبه ديالنا. صافي غادي نشدو من هنايا من الوسط هانتوما هادي هي كندورو حنا كنجبدو مزيان كندورو حنا كنجبدو حتى كنجمعو نحاولو نجيبوها في الوسط. انا قلت لكم الدلاك ديالنا من نديف ماشي من ندي. صافي غادي نبقى ندير لها هكا حتى تلصق ديك العجينه
صافي وغادي نحبطها. هانتوما كيف ما تشوفوا، شوفوا شوفوا ها هي كتجي. حيت الاولى الصراحه ما بانتش ليا، بينت لكم الطريقه مزيان. المهم حنا دابا غادي نبداو. جربت درت الاولى، غادي ندرس معاكم الثانيه. ندرس هكا شويه الزيت، كنحاول انني نديرو في كويس. صافي وغنبدا نقرصها هكا. صراحه كتبان ليكم فيها هكا دوائر بهذيك التوراق لي درنا. هي معلقة على هاد الطريقة، نتوما عارفين أصلا التكراس كيف داير. هاهي مسنينة مزيان، نحطها ونبقى نفزقها هاكا بالزيت. أنا معدرتهم هاكا صغارين، ونتوما إلا بغيتو تكبرو نكبرو. المهم هانتوما كنبقى نقلب فيها هاكا ونفزق بالزيت، تنشارك معاكم النتيجة النهائية. المهم هانتوما كيف ما تتشوفو، هذا هو المسمن ديالنا. هانتوما بالنسبه لداك التوراق اللي قلت لكم، شفتوا راه كيجي مورق. سمحوا لي، هانتوما شفتوا كيجي مورق الصراحه. عرفتوا تيجي هشيش بالزربه كيتقسم. المهم نتمنى يا ربي يعجبكم هذا لا فيديو. ما تنساوش انكم تدعموني بلايك كومونتير زوين. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو القادم.